عايز اعمل معرض هحط فيه مثلا 20 30 قطعه، لازم اعمل على الاقل بتاع 60 قطعه عشان اعمل فيهم تصفيه واخد منهم 30. مش كل حته بعملها بتبقى على مستوى معرض. جمال الفن في بساطته انك بتساعد نفسك، بتشتغل، بتنتج، واخد بالك. انا اما بعمل حته ما مش في ذهني ابدا ان الحته ديت هخش بها في مسابقه عشان اخد فيها جايزه ولا هحطها معرض. انا بشتغل، اهم حاجه عندي ان انا يطلع الشكل انا اكون راضي عنه. انا كراجل متخصص في فن الاناء بتحرك في مساحه محدوده جدا، يعني بتحرك ما بين خطين زي قضبان السكه الحديد، جواهم انا بعمل الشكل المستدير بتاعي، ما اقدرش اطلع يمين ولا شمال محبوس يعني، خلاف الرسام او النحات بين الخط بتاعه بيتجه في اي اتجاه هو عايزه يعني. فعشان كده الاضافه في او الجديد في فن الاناء من اصعب ما يمكن. الشكل ده لو احنا استثنينا الغطا ده، شلناه كده وشلنا الايدين دول، هتخش المتحف المصري هتلاقي الشكل ده موجود فخار. انا لما بشوف شكل بشوف انه ممكن يتعمل له اضافه ويبقى عمل فني معاصر.